اوكي يا طول تعال تفضلوا ياي، سويت لكم اليوم مطبق او قوزي شو يسمونه، ظهر خروف. نعم كبسة سميها ما شئت. شوفوا لي هذا ظهر خروف كامل طبعا على التمة البشعية والحشوة البصل المكرمل. وخلونا نبدأ لأن صراحة الروائح لا تقاوم. اوبو جنوي، شوفوا لي شو يعمل فوق يا ناس. لا 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 لا، اسمع الصوت، اسمع الصوت الفوق حار صراحة. هوبو لو سول لو 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 الجلد الفوق. هوبو او الشحمة التاري وخيا. وخلونا نبدي ونشوف استواءه رهيب. يلا اذا الضوء عالي وما طلع التفاصيل النزلة لكم مو مشكلة. يلا بسم الله. شو اسولف لكم، هذا شنو الجلد الفوق، هذا شنو الجلد الفوق، شوفوا ليه مقرمش. لا 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 حد يسألني شنو الطعم، طعم خيالي يا طال. بس بعدها حار صراحة. يلا شوفوا لي كمية الدسومة والشحوم، والشحوم الرهيبة وهاي المنطقة الفوق. المفضلة عندي صراحة المنطقة الفوق، جلدة بالشحم. هاي سويها سندويشة، تسويها سندويشة رز. اوكي يلا. التتبيلة تاريخية، اسكت وخليها تتبيلة اشبه بالخيال يا ناس. وهذا اللحم، هاي منطقة اللحم هنا. اوكي نشيل هنا اكو. صراحة ظهر عملاق وثقيل ثقيل. أبوي أبوي أش ثقيل، شوفوا لي أش ثقيل. هاي اللحمة يعني صراحة حار 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 حار. أبوه هسه هسه صح حار حار. لازم أخليه شوي يبرد، لازم أخليه شوي يبرد. بس صراحة الطعم ما ينطيك مجال تنتظر. وهاي التشريب مالته الموليا، شوفوا لي التتبيله مالته كل المكونات بيها، ورق غار لوم بصره ما ادري شنو دارسين، الامور طيبه. كميه رهيبه صراحه. عندنا هنا طرش شوي مبرد بيه، انا طرش عنبه. وتباسكو حاره، نبلش بالتباسكو لو بعد وقت يا ناس. وروبو اكو، خلوا هسه التباسكو شوية. اللوم اللوم الليمون، الليمون شنو انت يا ليمون. واو حكاكة. شوي ننزل من اللحم حتى يبرد. شوف يلا اوبوه. واو يلا اوه تطلع الاضلاع بدها تبين. قطعة اللحم الرهيبة هاي المطلية بالشحوم. بكل بساطة وكل
نجرب الروبا شوي. يلا. ويا الروبا رهيب. واو. اللي بعد. بشوف هاي الأضلاع شنو هاي الفقرات. نخاع الشوكي وين هذا؟ رهيب طعمه. خلونا نستكشف بعد أضلاع. يلا 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 الجلد هاي الفوق تاريخية هاي يا ناس. شوفوا ليها مكسبة منها وترفة من الداخل. سويها ساندويتش. هي سويها ساندويتش بهالكيفيه. حبيها تمنح حشيها وبابريكا فلفل بارد وبصل مكرمل تلفها. كمية لحوم عملاقة. يلا واو اوكي. ولا يزال هنا الشحم مستمر ما يخلص ما يخلص. شوفوا الدسوم. لا لا شيلها شحم هو صراحة تندسم. كمية الشحوم رهيبة. يعني حسبالك سنام جمل وليس ظهر خروف. حسبالك سنام. شوف بعده 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 ما تخلص الشحوم. ما تخلص هاي الشحوم. تحفة صراحة طعمها بس التكثير منها مو زين. يعني التكثير من الدسومة يسد النفس صراحة. أنا إذا أكل هسه شحم بالبداية هواي بعد قبل معدتي تقفل. قل لي ستوب. جاي سويته. وين رايح؟ وخلونا ناكل لنا لقمة بالتباسكو. شوي حرارة سبايسي صوص. اوه دعوة هلقد خليتها حارة هاي التباسكو. يلا تباسكو. بعد حار هو ما ناوي يبرد من ظهر عملاق صراحة. أقول يا أريد أوصل للأضلاع وأريد أوصل للنخاع الشوكي لأن طعمه رهيب صراحة. يلا شوفوا لي العمود الفقري هذا للخروف. شلون أطلع النخاع الشوكي شو أسوي له؟ وين الغايص؟ حار حار. هذا بين 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 تباسكو. هذا بعدها الثانيه ممتازه. فصخت تفصخ كسر الظهر كسر. هذا النخاع شوكي يعني طعمه مثل المخ. يا الله تحفه صراحه. يا الله نعم. هذا أهم يصير شوي. رهيبات يصير شوي. ظهر الخروف يرهم على كل شيء. اوكي بصراحة ما ادري ليش لحم الغنم بالنسبة لي انا مو نفس الاجل. يعني بسرعة يصير عندي اكتفاء من الطعم. ما اعرف الموضوع ما ادري ليش لحم الاجل هسه ستيكات شغلات لا.
تم رهيب. اوكي بس حبيت اشارككم طبعا بهاي الوجبه. وجبه ثقيله صراحه ودسمه، دسمه الى درجه. انا جاي اخلي عليها تباسكو وحراره. تحبون الوجبات الدسمه والشحوم، ظهر الخروف هو الحل. بس نصيحه، لا تكثرون اكل من الشحوم والشغلات الدسمه. استمتعت بهاي الوجبه صراحه، شكرا على المشاهده.